مباراة العين والهلال السعودي، هذه مباراة مهمة جدا جدا. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. النتيجة حتى الآن 3-1، 3 لفريق العين، 1 للفريق الهلالي. هذه مباراة مهمة تلعب الآن على استاد هزاع بن زيد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يا ريت اخواني واخواتي اللي بيشاركوني لاول مره وضع اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. مباراه مهمه جدا جدا، هذه المباراه هي المباراه من المؤكد ان كل من الفريقين سوف يقوم بالدفع بكل اوراق الربح اثناء تلك المباراه، وذلك من اجل الرغبه في الذهاب الى الدور القادم بعد كل من العبور الصعب من الدور السابق، خاصة لنادي العين الذي تمكن من تجاوز النصر السعودي. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك لمشاهدة هذه البطولات القوية والتي يأتي على رأسها طبعا دوري أبطال آسيا الذي يضم عدد من النجوم المميزة، وهذه النجوم التي تتمكن من تقديم عدد من المباريات القوية. يا ريت اخواني واخواتي اللي بيشرفوني لاول مره في هذه القناه، اتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في القناه. دوري ابطال اسيا الهلال والعين، احنا الان في الشوط الثاني والنتيجه 3-1 لصالح الفريق العين.